كم مرة فكرت في شخص ولقيته بيتصل بيك؟ وكم مرة فكرت في موضوع ولقيت اللي قاعد جنبك بيكلمك في نفس الموضوع؟ هنتكلم عن التخاطر أو قانون الجذب، وهنتكلم عن 6 علامات لو لقيتهم عندك تعرف إنك تحت تأثير قانون الجذب أو التخاطر. في كتاب مشهور جدا اسمه السر. الكتاب ده بيلخص كل الدراسات اللي تمت عن قانون الجذب أو التخاطر، وبتأكد على فكرة واحدة بس، إنك كل ما تفكر في حاجة كتير وبتركيز كل ما الحاجة دي غالبا بتتحقق. لكن خلينا نقول ان كتاب السر وبشكل مبسط ومختصر جدا هو عبارة عن مجموعة من الابحاث العلمية والفلسفية والدينية اللي بتأكد على وجود فكرة التخاطر. ايه هو التخاطر؟ التخاطر بمنتهى البساطة عبارة عن رسائل ذهنية بتطلع من مخ انسان او من عقل انسان وبتوصل لمخ انسان تاني. طبعا هي مش بالبساطة دي، هي محتاجة مجموعة كبيرة جدا من التدريبات، والمقصود بالتدريبات هي التدريبات الروحانية. بتعتمد بشكل أساسي على علوم الطاقة المختلفة، وقوة ونجاح التخاطر وتأثيره بتعتمد بشكل أساسي على قوة الشخص اللي بيعمل التخاطر، وإزاي بيقدر يتحكم في عقله ويتحكم في الطاقة الذهنية، وإزاي يقدر يبعت رسائل لحد يقدر يأثر عليه فكريا. لكن في فرق كبير بين التخاطر وبين الكلمات اللي شبه جلب الحبيب أو سحر الحبيب، لأن في فرق كبير جدا بين التخاطر والسحر. التخاطر مفهوش سحر، أنا برسل رسالة ذهنية، الرسالة دي بتوصل لشخص معين أنا مركز فيه جدا إن الرسالة دي توصل له، والرسالة دي غالبا بتوصل له، وبعدين بينفذ كل الطلبات اللي أنا بقولها جوه الرسالة. والتخاطر أو قانون الجذب موجود في معظم الحضارات، وكمان موجود في بعض الديانات. بتعتمد بشكل أساسي إنك تقدر تتحكم في الطاقة البشرية، وتقدر تتحكم في طلباتك أو أمنياتك، وتقدر من خلال بعض التدريبات اللي مش سهلة خالص إنك تسيطر على العقل اللي قدامك، أو إنك تقدر ترسل له رسالة معينة، أو إنك تأثر في طريقة تفكيره أو قراره، وإنه ينفذ اللي أنت طلبته بالظبط. كمان التخاطر مش مرتبط بأفراد، التخاطر ممكن يكون مرتبط بنجاح، تحقيق ذات، فلوس، وكمان على المستوى النفسي والطبي التخاطر وقانون الجذب موجود. يعني كتير جدا بتلاقي إحساسك بيتغير مع أي مرض أو إرهاق لو أنت بس أقنعت نفسك أو جذبت لنفسك طاقة إنك كويس. كتير جدا أمراض بيتم السيطرة عليها والانتهاء منها لمجرد إن الإنسان يهيئ نفسه ويهيئ طاقته الداخلية إنه ما عندوش مشاكل صحية وإنه يقدر يسيطر على المرض ده. طب التخاطر بيحصل إزاي؟ لو كتبت على أي محرك بحث التخاطر هيطلع لك مجموعة كبيرة جدا من الباحثين والمتخصصين في تعليم التخاطر وقانون الجذب، وإزاي إنك تقدر تسيطر على نفسك وتقدر ترسل رسائل ذهنية، وهتلاقيهم بيدولك تدريبات كتير جدا. لكن المشكلة في نقطة، هو مخاطر التخاطر. هل أي شخص في الدنيا يقدر من خلال بعض التدريبات إن يقدر يسيطر على العقل اللي قدامه؟ التخاطر في نسبة مخاطر كبيرة جدا، لأن في ناس بتستخدم الطاقة دي غلط، ومش بعيد يكون بيحصل معاك. كتير من علماء الدين أكدوا إن التخاطر موجود، وإنه بيسمى في المفهوم الديني بكلمة الكرامات. خلينا نقول إيه هي العلامات اللي لو لقيتها عندك تعرف إنك تحت تأثير قانون الجذب أو التخاطر. هما 6 علامات أساسية، لو حسيت بيهم أعرف إنك متسيطر عليك ذهنيا. أول حاجة انك تحس انك بتحب شخص بدون اي مقدمات، مفيش حاجة حصلت منه او مفيش موقف معين حصل او عشرة طويلة مثلا تخليك بسرعة تحس انك بتحب اللي قدامك. لو حسيت الاحساس ده اعرف ان احتمال بنسبة كبيرة تكون تحت تأثير قانون الجذب. الحاجة التانية انك تحس انك مهووس بالشخص ده وانه مسيطر سيطرة كاملة على تفكيرك. اي حاجة بتمر في حياتك انت رابطها بالشخص ده، عندك هوس بيه، عندك هوس بشكله، عندك هوس بطريقته. الحاجة التالتة انك تحس انك عايز تقول للشخص ده مشاعرك بدون اي تحكم من نفسك. الحاجة الرابعة انك تحس انك الوحيد في حياته، ان مفيش حد تاني غيرك، وان انت الوحيد اللي بتقدر تساعده، وان انت الوحيد اللي واقف جنبه، وهي الحقيقة مش كده. الحاجة الخامسة انك تكون حساس جدا لاي كلمة او تصرف هو بيعمله، وحتى حكمك على الامور او التصرفات بيتحكم فيها الاحاسيس مش بيتحكم فيها العقل. الحاجة السادسة والاخيرة انك تحس انك منجذب انجذاب كامل للشخص ده بدون مقدمات، مفيش اي سبب يخليك منجذب ليه في اي حاجة هو بيعملها، مفيش اي حاجة واضحة قدامك بتفسر لك هو انت ليه منجذب للشخص قوي ده بدون اي تفسير. التخاطر موجود، وناس كتير جدا بتتحكم فيه وبتتعامل بيه. لو حد عنده اي تجربة عن التخاطر يحب يحكيها او يحب يعرف الناس عنها، ياريت اسمعها وياريت يبعتها لي. سلام عليكم.